السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الموعد المناسب لزراعة الجلبانة او البازلاء من البذوة، وان شاء الله حنتابع معاكم افضل موعد. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا الجلبانة من المحاصيل الشتوية، يعني بتبدأ زراعتها من فصل الخريف لغاية فصل الربيع، وتحديدا بتبدأ زراعتها من شهر اكتوبر اللي احنا فيه وتمتد لغاية شهر مارس كأقصى حد ممكن نزرع فيه الجلبانة. لاحظنا امامكم طبعا هذه البذور اللي جهزناها، فان شاء الله احنا في القناة ان شاء الله حيتم زراعتها وان شاء الله حنتابعها، ولكن حنستنى شهر اخر ونبدأ بالزراعة. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه كامل البذور ولاحظنا امامكم اللي تحصلنا عليها. وبالنسبه للناس اللي ما شاهدتش الحلقه ان شاء الله حتلاقي رابط الحلقه في صندوق الوصف. ولاحظنا امامكم، فطبعا حاول تعرف انه الجلبانه من المحاصيل الشتويه ممنوع زراعتها في فصل الصيف لانه مش حتنمو، وطبعا تحتاج لدرجه الحراره العاليه. ولاحظنا امامكم، وكذلك قبل الزراعة أنصح بوضع السماد العضوي حتى تستفيد منه البذور. ولاحظنا منكم، فطبعا الجلبانة أو البازلاء من أسهل المحاصيل اللي ممكن أي شخص يزرعها حتى المبتدئ، وإن شاء الله حنتابع معاكم طريقة الزراعة وأهم المعاملات الزراعية، لأنه طبعا في معاملات زراعية بيحتاجها النبات، فإن شاء الله حنتابعها معاكم وحنتابع إن شاء الله التسميد وأي حاجة بتخص النبات. لاحظنا منكم، طبعا لازم تكون البذور سليمة حتى تنمو. وطبعا لو عندكم اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات، وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، واتمنى تنشروا الحلقة حتى ان شاء الله تعم الفائدة للجميع، وانتظرونا في الحلقات الجاية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.